السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. غادي نصور واحد السؤال أستاذ. مرحبا لنا. أرحم الوالدين. أنا مجوجة واحد السيد من 30 سنة. إيه. ودابا مدة هذه 10 سنين كيخونني والسيد حبير جوج حجات وجوج عمرات. وانا حسيت بشي حاجه كاينه ولكن كنقول لا انا الزواج دابا السن كبرنا السيد عنده 64 عام وانا عندي 53 عام ما يمكنش نبقى دابا هادي عام كيخبى لي التليفون تيطفيه ملي كيدخل الدار الوقت اللي جيت نطالع التليفون لقيت شي منكرات ما كتصورش لا حول ولا قوه الا بالله ملي جيت ندوي معاه قال لي تنطلق طلاق الثلاث اللي ما فيه رجوع اعوذ بالله ودابا سيدي انا تعرفت معاه مده 22 سنه كنت في بلاد المهجر yeah. وكبرت لي كانت المراه مطلقه مطلق المراه الاولى بثلاثه الاولاد الولد الاخر عنده 4 سنين ونص كبرت ودابا راه عنده 32 عام تبارك الله وما قدرت معقل حتى على شي حاجه حتى شي حاجه معقل على دكتور لا حول ولا قوه الا بالله دابا لمده انا مريضه بالسكر وبالطانسيور ودايره جوج عمليات لدرجة الدواء ما كيبغيش يشري ليا لدرجة كرهني واحد الكره ما نقولكش دكتور كريبان لا حول ولا قوة الا بالله دابا كنطلب منك دير من ليا واحد الدعاء ربي بي ليا حقي لا اله الا الله ادعي ليا مع وليداتي مع وليدات خوياتي يا ربي يا كريم مع وليدات المسلمين كاملين يا رب وما عرفتش يا دكتور اشنو ندير ما نكذبش عليك لا اله الا الله جرني جاتني حقرة جاتني وماشي انا واحد الانسان اللي مقصره في حقه ماشي شي حاجه مخسرها لي حتى حاجه ما نكبرها فيه ولادو الان كيحماقوا عليا كيبغيوني ولكن هو كرهني كيمشي مع البنات الصغارات ما بقيتش كنبان ليه انا نهائيا لا حول ولا قوه الا بالله وجوج حجات وجوج عمرات ما شاء الله ولا اله الا الله محمد رسول الله الله يغفر لنا وله الله يغفر لنا وله لا حول ولا قوه الا بالله دويت معاه قلت لي كانت شي حاجه ما عجبك شويه قولها كعجل الزواج الحلال ماشي مشكل ولكن تبع طريق الحرام ودابا عندي البنت الصغيره في عمرها 20 عام ما بغاش يكملها الدراسه ديالها شدت الباك ديالها بغات تبع الطيب قال لها ما عنديش فاش نخلص عليك بزاف الامور اللي تخلي لنا فيها ملي كتقول لي سوق يقول لها ما عنديش هو الفلوس كيمشيو يتخسروا على حوايج اخرين على حوايج الفساد ايوا دكتور كنطلب من الله لا اله الا الله ياخذ لي حقي بان ظلمني وتعدى عليا وانا الانسان اللي معمرني قصرت في حقه وكنعامله معامله طيبه ومعامله حسنه وكبرت الوليدات الوليدات ما ندمش عليهم بانهم سكتاتي وما عجبهمش هذا الشيء اللي كيدير باهم ولكن كتب لي الله هذا المكتوب ما عندي ما ندير دابا دكتور كنطلب منك واحد الدعاء يا رب ربي يفرج عليا وعلى جميع المسلمين يا رب وعلى وليداتنا وليدات خوياتنا وليدات المسلمين كافة اجمعين يا دكتور اللهم امين وانصحني بشي نصيحة اللي اشنو نتبع كنقول لك انا بغيت نطلق جاو العائلة دخلوا العائلة ديالو قالوا ليه لا ما كنتيش بغيتيها صافي تفارق مع هذه السيدة و 32 عام قال لهم انا ما نعطيها شي حاجة لا بغا تطلق تمشي تطلق راسها ونهار اللي نكمل عندي جوج اراضي وعندي واحد المحل نهار اللي نبيعهم ديك الساعه نطلقها وديك الساعه تمشي فيما بغات لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ايوا دكتور كنطلب منك الدعاء الكافي يا رب الله يرحم الوالدين اللهم امين وليداتك اللهم امين جزاك الله خيرا لا عفو لا الله يفتح لك مفاتيح الخير يا رب يا كريم واعطيني شي نصيحه الله يرحم الوالدين لا اله الا الله امين لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فالمشكلة ديال أختنا الحاجة حليمة هذه مشكلة ديال النساء ما أكثرهن كنسمعوا بأن النساء معذبات لو كانت هذه المرأة سنة أولى حياة نقول ربما الأمر عادي
ولكن ملي يكون 32 سنه ديال الزواج وديال العشره ثم كتكون النهايه المؤسفه انه كيقول لها اطلاق، لا هذا كيكون نوع من الظلم ومن الاذايه. بعض الرجال الله يسترنا جميعا يا ربي يا كريم ترزقنا حسن الخاتمه، كيقدر يكون الرجل من الصالحين وملي كيكبر كتجي واحد الرغبه ديال الصيبه يتصابى، كنسموها مراهقه متاخره. كاين رجال كتصيب مراهقه متاخره، عاد كيبدا يجلس مع اصحابه في المقاهي وعاد كتجيه الرغبه انه يبحث عن خليلات ويبحث عن اشياء تسر قلبه. المفروض ان الانسان ملي كيمشي للديار المقدسه وكيؤدي مناسك الحج راه وصل لواحد المقام رفيع، راه ولا من اهل الله. وملي كيصبح الانسان من اهل الله عيب وعار انه يوسخ الصحيفه ديالو باشياء خبيثه مثل هذه. هو لا يسيء لنفسه فقط، يسيء للعائله جمعاء، يسيء الى الاولاد ويسيء الى الاحفاد والاصهار والاقارب. مرة بحال هذه لاله حليمه كتكلم وكتسمع في النبره الصوتيه ديالها كتسمع بانها امراه متزنه وبانها امراه مظلومه، وقالت لي جميع الحلول. قالت لي لما عجبك الحال تزوج مع امراه ثانيه ونعم الراي. قالت لي لا في شي عيب نصلحه ونعم الراي. يعني كل ما في وسعها ان تقوله قالت لي. لكن كاين بعض الرجال الله يغفر لنا جميعا كيوصل لواحد المرحله قلبه كيقصح وعينه كتعود مظلمه على زوجته، كتلقى على برا يتصابى وينفق بسخاء، وكتلقى كيقول الكلام المعسول والكلام الرقيق لكل من يصادفها. كيجي لعند المراه ديالو كتبان ليه مظلمه. لا شك ان ابليس له دور عظيم في هذه المرحله، لان ما نساوش ايها الاحبه الكرام هنا معركه ومعركه كبيره يقوم بها ابليس من اجل انه يخلق الفتنه بين الرجل وامراته. واعظم فتنه هي وصلهم الخصام والنكد والتذمر والتشكي، ومنه الى الطلاق انفصام عرى الزوجيه. عنده مراحل. اول حاجه كيخلي الرجل عنده واحد الكبرياء قوي، يقول لها يلا فين غتوصلي، وكيخلي المراه عنيده كتقول ليه والله ما نتحرك يلا انا غندير داكشي اللي في راسي، وكيتلقى الكبرياء مع العناد، وكيبدا الشكوى وكيبدا التذمر وكيبدا المراجعه ديال النهار الاول تلاقينا كان خطا فادح، وكيبدا الانسان كيتحاور في هذه المحاورات، وكل واحد كيبدا يجبد من داكشي اللي مخبي في الصدر ديالو. وملي كيخرج العيب كتعود الحياه مؤلمه للغايه. شكون الضحيه الكبرى؟ هما الاولاد، سواء كانوا اطفال صغار او كبار. كتلقى دوك الاولاد يتعذبون والعائله تتعذب، وهذوك ما عندهم حتى شي تانيب ضمير على ما يسيرون فيه. انا كنبغي نخاطب هذا الشريف هذا الحج، واخاطب نفسي واخاطب جميع الناس اللي في هذا المقام. الانسان ملي كيدوز واحد السنوات من العمر ديالو وكيبان فيه الشيب وتبان فيه التجاعيد، وكيكون ربما دار النظارات فقد شويه البصر، وركاب يبدا كيخواو، وربما الاسنان بداو كيطيحوا، هذه كلها علامات المغادره. الانسان ملي كيوصل واحد المقام وكيبدا يجي الشيب، يعني هذيك رساله من الرحمن بانه اوشك ان يغادر. ملي كتشوف التجاعيد في وجهك اوشكت ان تغادر. ملي كتشوف بانك الهيئه ديالك بدات تضعف، راه الشباب عنده وقته بعد الأربعين الانسان كيدخل لواحد العالم اخر ديال المنطق وديال العقل، ثم بعد ذلك كيدخل الى عالم العباده والطاعه والاستعداد للدار الاخره. ما بقى هو يجلس في المقاهي ويدخل الفيسبوك ويتصابى مع ابناء العشرين والثلاثين، لا هو خصو يتسابق مع الناس في المسجد في الصف الاول، يتسابق في صلاه الفجر، يتسابق في تلاوه القران. هذيك المراه اللي دوزتي معها ايام وليالي كثيره وسنوات طويله، يعني على الاقل انك تكرمها. اذا ما كرمتيهاش بالعطاء
على الأقل تكرمها بعدم إيديتها، لا بلسانك ولا في نفسها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالإنسان كتبضي به الأيام والرغبة دياله غير كيمثل، ما عنده رغبة. الله عز وجل حضرنا، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة ربي عز وجل ما كي يشوفش فيهم نهائيا. من بينهم قال لنا التاجر المصرف بضاعته باليمين الكاذب، وقال لنا منهم شيخ يتصابى، شيخ زان، قال ملك كذاب وشيخ زان والمصرف بضاعته باليمين الكاذب. هذو ثلاثة الله عز وجل لا ينظر إليهم ليوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب وشيخ زان ومصرف بضاعته باليمين الكاذب، ثلاثة وضعيتهم صعبة. يعني ملك كذاب يعني سلطان، المفروض أنه عنده السلطات، لا داعي للكذب، كيقول الصراحة لشعبه ولذويه بالوضوح، الوضوح لأنه في مركز القوة، الذي يكذب كيكون في مركز الضعف، الصراحة راحة. والشيخ الزاني إنسان كبير أهرم وما زال يتصابى كيفعل أفعال المراهقين. والثالث هو اللي كيبيع ويشري وكيقسم بالله خدعة باش يبيع هذا الأمر هذا. فكل هذه أمور مخيفة للغاية. نسأل الله تعالى لالا حليمة، لا نقول لك لالا وخا قال لك أنت طالق، طلاق الثلاثة راه ما كينطلق لالا، الطلاق كيكون مع القاضي، القاضي هو اللي خصو يقول لنا بأنك وقع الطلاق. دابا الآن كاين بعض الرجال كيتخاصم مع المرأة ديالو كيقول لها أنت طالق لكن مطلقة طلاق ثلاث، ماشي طلاق هذاك، حتى ما بقاش الرجل بيده عقدة الطلاق. الآن عقدة الطلاق هي بيد القاضي في المحكمة، المحكمة هو اللي يقول بأن بعد الصلح الأول والثاني والثالث قضت المحكمة بطلاق فلان مع فلانة. أما الآن ما كاين طلاق. لالا حليمة، الرجل ديالك إلا كان هو غفل، أنت ما تغفليش، أنت أم الأولاد وأنت الركيزة، راه المرأة هي اللي قادرة على أن تجمع شمل بيتها، أحيانا غير بالقلب الطاهر وباللسان الحلو وبالنظرات الحانية راه ممكن هذا الزوج يدور ما يلقاش بحالك. راه دابا غيتلاقى مع فتيات صغيرات وكينظروا فقط البسطام ديالو وكينظروا لي فقط اش غادي يعطيهم، وملي غي يدور وغادي يشبع وغيعيا غادي يرجع ما غيلقى الا مولات الدار، وغادي يعرف بان هاد المراه هي الصباره، صبرت معاه سنوات طويله وعطاته قلبها وكيانها. غير صبري لالا حليمة، ما تستعجليش، فوضي امرك لصاحب الامر واطلبي ليه الهدايه، وربي سبحانه وتعالى يجمل الشمل ديالكم. فاللهم يا رب يا كريم اجمع شمل لالا حليمة مع زوجها، اللهم ارزقهم الموده والرحمه والمحبه، اللهم يا ربي وابعد عنهم الفرقه، اللهم يا ربي واسعد العائله جمعاء برحمتك وجودك يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر لنا جميعا، اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. لا حول ولا قوه الا بالله، الناس غرقى في الذنوب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. نسأل الله تعالى أن يبدل سيئاتنا حسنات، نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين. لالا حليمة من دار البيضاء قلوبنا معها، احنا حاسين بها الآن في هذه اللحظة، جالسة في غرفة بين أربعة جدران وقلبها ينفطر دما بعدما قضت حوالي 30 سنة من الزواج، والآن كتشعر بأنها مهددة بالطلاق وكتشعر بالوحدة والانكسار. لصالح من يقع مثل هذه الأمور في مجتمعاتنا؟ لصالح الشيطان ومن معه. أسأل الله تعالى أن يبعد عنا كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.